يا اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان سميرفس. ومين فينا يا صديقي مش متربي على افلام السنافر؟ اكيد طبعا كلنا ياما اتفرجنا على الكرتون بتاعهم وعارفين انه الحاجة الحلوة اللي مش بتقدم، بالعكس ممكن نقول عليها كل ما تقدم بتحلى وبتكون اجمل كمان من الاول. وعلشان احنا عندنا اجمل متابعين، فالنهاردة جايبين ليكم فيلم من اجمل افلام السنافر. انا واثق يا معلم ان القصة هتشدك من البداية للنهاية، خصوصا ان ليها علاقة بالساحر الشرير شرشبيل، واللي دايما بيكون حاطط سنافر في دماغه وعاوز يغلس عليهم باي طريقه. وزي العاده مش هتكلم معاك عن السبسكرايب لاني بقيت حاسس ان ده ما ينفعش، خصوصا اننا خلاص بقينا عشره قديمه. وعلشان كده وزي العاده برضو مش هطلب منك غير في شاره كلمه ارمش او نوع التسالي اللي انت بتحبه ومعاه مشروبك المفضل علشان تعرف تمخمخ كده وتركز معايا في الاحداث. ويلا بينا بقى نشوف الفيلم ده بيقول ايه. بتبدا احداث فيلمنا وبنشوف السنافر موجودين في الغابه بتاعتهم، وبنعرف كمان انهم مجتمع متكامل منهم الغبي والذكي والشرير والطيب والدكتور النفساني والمزارع واللي بيحب الكاراتيه والعاب القوى، وكاننا بالظبط في مدينه للبشر. وبنعرف كمان يا صديقي ان بابا سنفور هو اللي بيحكم القريه بتاعتهم دي كلها، وبنشوف سنفوره واحده معاهم. وبنعرف وتن السنفوره دي اتعملت من كتل الطين، وان اللي عملها هو الساحر الشرير شرشبيل، لكنها لما عاشت وسط السنافر بقت طيبه زيهم ومش شريره ولا حاجه. وفي يوم بنشوف السنفوره وهي قاعده على الدكه بتاعت السنفور الغضبان، علشان كده السنفور الغضبان بيجي يتكلم معاها وبيكون متضايق منها جدا بسبب وجودها في مكانه، لكنها بتفضل تهزر معاه وبتقول له على فكره انا ممكن برضو اكشر وابقى زيك، وفعلا بتحاول تقلده لكنها بعد شويه بتزهق ومش بتقدر تفضل غضبانه طول الوقت، علشان كده بيسيبه وبتمشي. وبتروح بعد كده علشان تتكلم مع السنفور الذكي، وقتها السنفور الذكي بيوريها الاختراع الجديد بتاعه وبيقول لها انه قدر يعمل جهاز بيقيس قوه السنافر، وبيقيس بعد كده سنفور القوه بتاعت السنفور القوي، وقتها القوه بتاعته فعلا بيكون كبيره جدا، وبتحاول السنفوره انها تاخد الجهاز علشان تقيس القوه بتاعتها هي كمان. وقتها كل اللي موجودين بيندهشوا جدا لان السنفوره بتسحب كل الطاقه اللي حواليها، والجهاز بيتعطل، علشان كده هي بيكون زعلانه لانها ما قدرتش برضه توصل للقوه الحقيقيه بتاعتها. وبنشوف السنفور الذكي بعد كده هو بيقول لها انه قدر يستخرج ماده ممكن هي تشربها علشان تخليها قويه زي السنفور القوي، وبتمسك السنفوره الماده دي لكن الازازه بتقع منها، وقتها الماده دي بتطرطش على الحيطه والحيطه بتنفجر من كتر القوه، ودي حاجه بتخلي السنفوره زعلانه اكتر. علشان كده السنافر بيفضلوا يلعبوا معاها علشان يواسوها ويخلوها تنسى كل اللي حصل. وبيروح بعد كده علشان نشوف الساحر الشرير شرشبيل في نفس الوقت، وعمال يعمل وصفه جديده بيكون عباره عن كور لونها اخضر، وبنعرف انها كور متجمده بتجمد اي حاجه هتتحدف عليها. وبيبدا الساحر انه يجرب الكره دي على الارنب بتاعه، وفعلا بمجرد ما بيرميها عليه الارنب بيجمد في مكانه. وبنعرف ان شرشبيل عمال يدور على السنافر في كل مكان، وزي ما احنا عارفين يا صديقي هو دايما بيحاول يوصل لهم باي طريقه، علشان كده بيتكلم مع النسر بتاعه بيطلب منه انه يروح يجيب له اي حد من السنافر، خصوصا ان القط الشرير بتاع شرشبيل قال له انه شايف السنافر من بعيد. وبيكون السنافر في الوقت ده عمالين يلعبوا مع سنفوره، والعمليه اخر روقان معاهم، وفجاه سنفوره بتطير وهي لابسه ورقه شجره وبتبعد عن المكان وبتروح عند الغابه المحرمه، واللي بنعرف ان بابا سنفور منعهم يروحوا عندها نهائيا. وبتلمح سنفوره جوه الغابه عيون وبتحاول انها تشوف مين ده، لكنها بتلاحظ انه سنفور، بس بمجرد ما هي بتقرب منه السنفور بيطلع يجري، وبتجري السنفوره وراه مسافه طويله، لكنها في النهايه مش بتلحق تمسكه، لكن بتلاحظ ان الطاقيه بتاعت السنفور وقعت منه، وعلشان كده السنفوره بتاخدها ولسه هتشوف الدنيا ماشيه ازاي، بتتفاجئ بالصقر الشرير بتاع شرشبيل بيمسكها وبياخدها بسرعه على بيت شرشبيل. وبتوصل سنفوره لبيته، بيكون شرشبيل فرحان جدا انه اخيرا قدر يمسك حد من السنافر، لكنه بيتضايق لما بيلاقي ان دي سنفوره، وخصوصا انه اللي عاملها اساسا زي ما احنا عارفين، وعلشان كده بيفضل يزعق لها وبيقول لها ما كانش ينفع حد تاني غيرك هو اللي يجي يعني. لكن سنفوره بتتضايق منه جدا وبتقول له انت ساحر شرير وانا عاوزاك تسيبني دلوقتي. وقتها شرشبيل بيقول لها لازم تتكلمي معايا كويس وما تنسيش ان انا اللي صنعتك. وبيوصل بقيه السنافر لبيت شرشبيل علشان ينقذوا سنفوره، وبيشوفوا شرشبيل وهو بيعمل تعويذه جديده علشان يقدر يوصل لمكان السنافر، وبيستخدم الشعره اللي لقاها في طاقيه السنفور الهربان جوه التعويذه دي، لكن التعويذه مش بتوصله لحاجه، بس الحله السحريه بتتكلم معاه، والحله بتعرف شرشبيل ان الشعره دي لسنفور جديد من نوع مش معروف ومكانه برضه مجهول، لكن مفيش غير معلومه واحده ممكن نعرفها عنه، وهي انه موجود في مكان قريب بين اشجار، وبترسم الحله السحريه
بعد كده شكل الأشجار، وتشر شبيب بياخد باله لنفس الأشجار دي موجودة في الغابة المحرمة، وبيخرج بعدها السنافر من أماكنهم اللي كانوا مستخبيين فيها، وبيقدروا يفتحوا القفص اللي سنفورة كانت محبوسة فيه، وبيهربوا كلهم بسرعة قبل ما الحيوانات بتاعة شرشبيل تأذيهم، وبينجحوا فعلا في الهروب، وبيمشوا بعد كده على جسر بيكون قديم ومتهالك، علشان كده الجسر بيقع بيهم وهم في نصه، لكنهم بيتعاونوا مع بعض لحد ما بيقدروا يعدوه في النهاية بسلام، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيستخبوا في غصن الشجرة، وقتها بابا سنفور بيكون موجود في مكان قريب، علشان كده بيشوفهم وبيفضل يتكلم معاهم وبيقول لهم كنتم فين كل ده، وساعتها كلهم بيفضلوا يتكلموا في وقت واحد، لكنه بيزعق لهم وبيقول لهم يلا دلوقتي على البيت وهناك نتكلم ونتحاسب، وبيبدأوا يتكلموا لكن بابا سنفور بيسكتهم وبيخلي واحد منهم بس يتكلم، وساعتها بابا سنفور بيفهم كل اللي حصل لما بيسمع الحكاية كلها، وبيتنرفز عليهم جدا وبيقول لهم انتم كده عملتم غلطتين كبار جدا، وهم انكم دخلتم الغابة المحرمة اللي انا منبه عليكم كويس جدا ما تعدوش من جنبها اساسا، وتاني حاجة انكم رحتم بيت شرشبيل وكان ممكن تموتوا كلكم هناك، علشان كده لازم تتعاقبوا عقاب يوقفكم عند حدكم. وساعتها بتتكلم سنفورة وبتقول له عندك حق يا بابا، انا هاخدهم كلهم وندخل اوضنا ومش هنخرج من جوه غير بعد يومين، لكن بنفهم يا معلم ان سنفورة بتعمل كده علشان تسكت بابا سنفور، علشان كده بنشوفها بالليل وهي لابسه الشنطه بتاعتها ومتجهه على الغابه المظلمه، وهناك بيقابلها باقي السنافر اللي بيكونوا مستنيينها هناك، وبنعرف انهم كلهم كانوا متفقين على الخطه دي، قرروا يروحوا هناك علشان يوصلوا للسنافر اللي موجودين جوه الغابه المظلمه ويحذروهم من ان شرشبيل ممكن يوصل لهم في اي وقت، وبيشوفوا هناك طيور شكلها غريب، واحد من الطيور دي بيمسك واحد من السنافر وبياخده يحطه وسط البيت بتاعه كانه عيل من عياله، وساعتها باقي السنافر بيفضلوا يضحكوا عليه، وبيظهر بعد كده شرشبيل ومعاه الحيوانات الشريره بتاعته، وبيطلب شرشبيل من القط بتاعه انه يمسك السنافر، لكن السنافر بيطلعوا يجروا منه، وللاسف السنفور الغبي بيشوف بيضه من بيض الطيور اللي موجوده في الغابه المظلمه، وساعتها بيمسك البيضه، وطبعا كل الطيور بتغضب جدا وبيعتقدوا ان السنافر جايين هنا علشان يسرقوا البيض بتاعهم، وعلشان كده بيفضلوا يطاردوهم مطاردة شرسة جدا، وبتبدا الطيور انها تطلع نار من بقها، وساعتها شرشبيل لما بيشوف المنظر ده بيعتقد ان السنافر خلاص بقوا لحمه مشويه، علشان كده بيقرر انه مش هيكمل المطارده دي، وبنكتشف بعدها ان السنافر لسه عايشين وبخير، لكن بيكونوا وقعوا في حفر غويطه، وبتظهر ليهم بعد كده كائنات غريبه بيكونوا عباره عن ارانب مضيئه، لكنهم بيكونوا طيبين، وعلشان كده بيبداوا يساعدوا السنافر وبياخدوهم على ظهرهم وبيفضلوا يجروا بيهم لحد ما بيخرجوا بيهم من الغابه، ونرجع بعد كده لبيت سنفور علشان نشوف بابا سنفور وهو بيخبط على الباب، وبنعرف انه بيعمل كده علشان عاوز يصالح سنفوره، لكنه طبعا مش بيلاقيها في البيت، ولما بيروح لبيت باقي السنافر اصحابها بيلاقيهم هم كمان مش موجودين، وكل واحد حاطط حاجه مكانه على السرير علشان يقنعوا بابا سنفور انهم موجودين ونايمين، لكنه طبعا بيكتشف ان كلهم ضحكوا عليه ومشوا من المكان، وساعتها بيستنتج طبعا انهم موجودين في الغابه المحرمه، ودي حاجه بتضايقه جدا وبتخليها يفرقع من الغيظ، وبيقول لنفسه يرجعوا بس من مشوارهم وانا هطلع عينهم، وبنرجع مره ثانيه للسنافر وبنشوفهم هم عاوزين يكملوا طريقهم، وبيوصلوا في النهايه عند حافه نار، وعلشان كده بيكونوا عاوزين ينزلوا، لكن الارانب المضيئه بيفضلوا يشاوروا ليهم وبيكونوا مش عاوزينهم يعملوا كده، بس السنافر مش بيفهموا قصد الارانب، وعلشان كده بيصنعوا قارب صغير وبينزلوا في النهر، وساعتها شرشبيل بينزل وراهم وبيفضل يطاردهم بسرعه، لكن السنافر بيقدروا يواجهوا القارب بنجاح وبيعدوا بيه من كل العقبات اللي بتقابلهم، في الوقت اللي شرشبيل بيلبس في صخره وبيقع هو وباقي الحيوانات اللي معاه، وبيفضل وقتها شرشبيل يستنجد بالسنافر وبيطلب منهم المساعده، وبيحاول السنفور الذكي انه يتكلم مع السنافر وبيقول لهم انا مش عاوزه يصعب عليكم لانه شرير وياما حاول ياذينا، لكن باقي السنافر بيقولوا له احنا متعودين نساعد اي حد في ورطه حتى لو كان العدو بتاعنا، وفعلا بيحتفوا له حبل علشان يربطوه بيه، وبيمسك شرشبيل الحبل وبيوصل فعلا، لكنه كالعاده بيطلع واطي، وبمجرد وصوله بيرميهم من على القارب، وبيوصل بعدها السنافر عند قريه قريبه وبيعتقدوا ان الدنيا هتهدى، لكن فجاه اهالي القريه دي بيبداوا يهاجموهم وبيحبسوهم جوه صناديق خشب، وبيشوف حد من اهالي القريه بيقرب من سنفوره، وبتتفاجئ سنفوره بعد كده لما بتكتشف ان دول سنافر زيهم، وبناخد بالنا يا صديقي ان السنافر كانوا طول عمرهم محبوسين في المدينه بتاعتهم، عمرهم ما اعتقدوا ان في سنافر زيهم موجودين في اماكن ثانيه، والمفاجاه الكبيره لما كل اهالي المدينه بيقلعوا الاقناع بتاعتهم، وساعتها بنكتشف ان كل المدينه عباره عن سنفورات، وبنفهم يا صديقي ان المدينه دي مخصصه للسنفورات البنات، علشان كده سنفوره بتبدا تتكلم معاهم وبتقول لهم احنا جينا المشوار ده كله يا شباب علشان نحذركم من شرشبيل الساحر الشرير اللي عاوز يخطفكم علشان يستخدمكم في السحر بتاعه، لكن بيني وبينك كده معلم معظم السنفورات مش بيصدقوا كلام سنفوره، وبتروح
سنفورة بعد كده علشان تتقابل مع الزعيمة بتاعت مدينة السنفورات، وبتحكي لها الوضع كله، لكن المساعدة بتاعت زعيمة السنفورات بتتكلم معاها وبتقول لها انا بصراحة كده يا رئيسة مش مطمنة للبت دي، وحاسة كده انها بتسرح بينا وبتاكل بعقلنا حلاوة. وبتتكلم سنفورة مرة تانية مع زعيمة السنفورات وبتعرف وقتها ان مفيش تنافير صبيان موجودين في المدينة دي. وقتها سنفورة بتحاول تفهم زعيمة السنفورات ان كل اصدقائها من السنافر صبيان، لكن برضه زعيمة السنفورات مش بيكون متخيلة الحوار ده كمان. وبنشوف سنفورة بعد كده وهي بتحاول تعمل كل اللي عليها وبترسم على الرملة الخطة الشريرة بتاعت شرشبيل وبتوري ليهم شكل الأشجار اللي الحلة السحرية رسمتها لشرشبيل. وقتها سنفورات بيقولوا لها لو كده اطمني لأن الأشجار دي موجودة عند مستنقع اللا نهاية، واللي بيروح هناك أصلا مش بيخرج وبيموت. وبتطلب بعد كده زعيمة السنفورات من سنفورة اسمها عاصفة إنها تطير وتروح عند مستنقع اللا نهاية علشان تتأكد إن شرشبيل مش هيخرج من هناك. وبتبدأ السنفورة عاصفة بعدها تسأل عن شكل شرشبيل، وقتها السنفور الغبي بيهبد وبيقول إنه زيه زي أي ساحر لابس أسود ومعاه صقر وقطة. وعلشان السنفورة عاصفة وتريح دماغها بتقرر إنها تاخد السنفور الغبي معاها علشان يدلها على شكل شرشبيل في الحقيقة وتتأكد هناك إذا كان هيموت في المستنقع ولا لأ. وبتطير السنفورة عاصفة عن طريق الحشرة الطائرة بتاعتهم. في الطريق بيبدأ السنفور الغبي إنه يتكلم معاها وبيحكي لها عن حكاية سنفورة وإن شرشبيل هو اللي صنعها زمان، وساعتها بناخد بالنا إن السنفورة عاصفة هي اللي كانت مش مصدقة الحكاية بتاعت سنفورة. وطبعا لما بتسمع الكلام ده من السنفور الغبي شكوكها في سنفورة بتزداد جدا. وبنشوف شرشبيل اللي بيكون في الوقت ده وصل بالفعل للمستنقع وبيحاول إنه ينقذ نفسه من هناك، لكن الحشرات اللي بتدافع عن المستنقع بتفضل تهاجمه طول الوقت، وساعتها بيلمح سنفورة العاصفة ومعاه سنفور الغبي وهم طايرين. علشان كده بيطلب من الصقر إنه يروح يجيبهم من قفاهم، وبيبدأ الصقر فعلا إنه يهاجمهم، وساعتها عاصفة بتطلب من سنفور الغبي إنه يتولى قيادة الحشرة الطائرة، وهي تبدأ تتعامل مع الصقر ده بمعرفتها. وبنرجع مرة تانية علشان نشوف باقي السنافر وهم بيتكلموا مع بعض، وبيتكلم السنفور الذكي مع سنفورة وبيقول لها إحنا يا ستي عملنا اللي علينا وحظناهم من شرشبيل، وما بقى شايفين إن كلامنا صح أو شايفين كلامنا غلط، دي بقى حاجة تخصهم هم. إحنا دلوقتي لازم نرجع مرة تانية للمدينة بتاعتنا، لكن في الوقت ده بتوصل السنفورة عاصفة ومعاها السنفور الغبي، وبتبدأ السنفورة عاصفة إنها تتكلم مع زعيمة السنفورات، وبتقول لها البنت دي طلع عندها حق فعلا، لكن هنا بنشوف موقف رخم من السنفورة عاصفة، لأنها بتبدأ تسخن زعيمة السنفورات على سنفورة، وبتقول لها على فكرة لو شرشبيل عرف مكاننا فهو بسبب الست هانم سنفورة دي، وعلى فكرة كمان هي أكيد ضدنا، لأني دلوقتي عاوز أحكي لكم حكاية، وإن السنفورة دي أصلا من صنع شرشبيل يبقى أكيد هو متفق معاها علشان يجي هنا ويخلص علينا. وزات زعيمة السنفورات بتديهم أوامر إنهم يستخبوا كلهم علشان يبدأوا يواجهوا شرشبيل، لأن السنفورة عاصفة قالت لهم إن شرشبيل قدر فعلا يخرج من المستنقع وجاي لهم في الطريق. وبنشوف بعد كده سنفورة وهي متضايقة جدا وضميرها مأنبها، وبتحس بالذنب وبتحس إنها هي السبب في كل الكعبلة وإنها عرضت كل السنفورات للخطر. وفجأة بيظهر أرنب بوضيء وبيكون بابا السنفور راكب عليه، والسنفورات بيستعدوا علشان يهاجموه، لكن سنفورة بتوقفهم في آخر لحظة وبتقول لهم على فكرة مش هو ده شرشبيل، وبتبدأ إنها تعرفهم عليه، وبيتحدوا كلهم علشان يقدروا يواجهوا شرشبيل ويهزموه. وبيظهر بعدها شرشبيل وبيبدأ إنه يهاجمهم وبيفضل يحدف عليهم كور التجميد، وللأسف أول اتنين بيجمدهم بيكونوا بابا سنفور وكمان زعيمة السنفورات. وبعد كده شرشبيل بيفضل يتسلى على باقي السنافير والسنفورات، ومعظمهم بيتجمد ومحدش تقريبا بيقدر يهرب، لدرجة إن شرشبيل بيقدر يلمهم كلهم في كيس، وبيسيب سنفورة هي الوحيدة اللي مش بيجمدها وبيتكلم معاها وبيشكرها وبيقول لها أنا فعلا بشكرك من قلبي لأنك كنت الدليل بتاعي علشان أقدر أوصل لقرية السنفورات، ولولا الطية اللي أخدتها منك عمري ما كنت أقدر أوصل لهنا. وبياخد السنفورات اللي هو جمدهم وبيخلع. وبنشوف بعدها سنفورة وهي قاعدة وعمالة تعيط لوحدها بسبب إنها زعلانة وحاسة إنها كل اللي حصل ده بسببها، لكن وقتها بنشوف موقف جميل من الحشرات الطائرة واللي بيتجمعوا حوالين سنفورة وبيفضلوا يواسوها ويطبطبوا عليها، وكمان الحشرة الطائرة الخاصة بالسنفور الذكي بترسم لسنفورة صورتها مع باقي السنافر، ودي حاجة بتخلي سنفورة تتشجع وبتمسح نموحها. وبتتكلم مع الحشرات وبتقول لهم أنا هتحرك دلوقتي علشان أروح أصلح غلطتي وأنقذ كل السنافر. وبنشوف بعد كده شرشبيل وهو موجود في بيته وعمال يعمل وصفات سحرية جديدة علشان يقدر يستفيد بكل القوة السحرية بتاعت السنافر. وفي الوقت ده بنشوف بابا سنفور وزعيمة السنفورات وهم بيفكروا ازاي ينقذوا نفسهم وينقذوا باقي السنافر من الموقف الوحش ده. وبتيجي في الوقت ده فكرة لبابا سنفور وبيبدأ انه يشبك ايده مع زعيمة السنفورات وبيتعاونوا مع باقي السنافر علشان يشبكوا في ايد بعض ويقدروا يخرجوا من الأقفاص، لكن شرشبيل للأسف بيكتشف اللي هم بيعملوه علشان
عشان كده بيروح ياخد جزء كبير منهم وبيحطهم جوه برطمان، وكمان بيقدر ياخد منهم جزء كبير من قوتهم السحريه. لكن سنفوره بتظهر في الوقت ده وبتبدا انها تتكلم مع شرشبيل وبتقول له على فكره انا هساعدك لاني ما اقدرش انسى جمايلك عليا، انت اللي صنعتني زمان، بس بشرط انك تديني جزء من قدرتك السحريه علشان اقدر اساعدك في الموضوع ده. وفعلا شرشبيل بيقتنع ساعتها بالكلام وبيدي لها جزء من طاقته السحريه. لكن بنفهم وقتها يا صديقي ان دي خطه ذكيه سنفوره بتعملها، وفعلا بمجرد ما شرشبيل بيبدا يديها جزء من الطاقه بتقدر سنفوره انها تسحب الطاقه بتاعته كلها، وقتها بيتحول شرشبيل لشخص ضعيف، وبتقدر سنفوره تستخدم الطاقه السحريه اللي هي اخذتها منه وبترميه بره البيت وبتنقذ كل السنافر. لكن بعد المجهود الكبير ده هي بتكون مش قادره تعمل اي حاجه، وللاسف بتتحول لقطعه من الطين، وساعتها كل السنافر بيزعلوا جدا وبيطلعوا يعيطوا. بنشوف بابا سنفور اللي بيكون متاثر جدا وعمال يدور على اي تعويذه ممكن ترجعها مره ثانيه، لكن السنفور الذكي بيتكلم معاه وبيقول له كل اللي انت بتعمله ده مفيش فايده منه، علشان كده بياخدوا سنفوره بعد ما اتحولت وبيرجعوا بيها للبيت. وعلى الرغم من فرحتهم انهم انتصروا على شرشبيل، لكن كلهم بدون استثناء بيكونوا زعلانين جدا من اللي حصل لسنفوره. بيقرروا كلهم في النهايه انهم يمسكوا في ايد بعض ويفضلوا واقفين حوالين سنفوره، وفعلا لما بيعملوا كده وبيفضلوا يعيطوا علشان زعلانين عليها بترجع سنفوره مره ثانيه، وبتكون كانها كانت نايمه وبتستغرب جدا انهم بيعيطوا، علشان كده كلهم بيفرحوا وبيحضنوها وبيفضلوا يحتفلوا بانتصارهم على شرشبيل الشرير. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تبخلش انا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.